السلام عليكم. أنتم تعرفونهم واحد واحد، وكل واحد مسؤول عن قريته. صفوا قراكم، صفوا قراكم. بهذا الخطاب الفاشي تحدث المخلوع عن تصفية أعضاء حزب الإصلاح في محيط جغرافي بعينه، خصوصا أن تلك الكلمة التي ألقاها كانت تخص ما أسماهم بالطوق القبلي لمحافظة صنعاء. وبحسب متابعين اتخذ الأمر أكثر من طابع لتأويل ما أراد صالح إيصاله إلى أنصاره كإشارة إلى دخول الحرب الأهلية طورا جديدا، أقل ما يمكن وصفه بالتطور الخطير، كون الحرب التي اتخذت طابعا سياسيا واضح المعالم بين الشرعية والانقلاب والمقاومة والاجتياح، أرادها صالح بخطابه الأخير أن تتخذ الطابع المناطقي والجهوي. الاستياء الواسع في الرأي العام إزاء الخطاب المخلوع الأخير كان رسالة واضحة على عافية المجتمع اليمني الذي يرفض الانزلاق نحو التقسيمات الما قبل وطنية. التقسيمات ذاتها التي أفصح عنها وأزاحت الستار عن وجهه الحقيقي وخلفيته السوداء التي حكم بها البلاد باسم لافتة اليمن والجمهورية. وما من لافتة له إلا تلك التي تضيق باليمن الكبير وتتسع لصالح الصغير المسكون بالعائلة والمنطقة. مشاهدين الكرام، ما الرسالة التي أراد صالح إيصالها وخصوصا استهدافه لأعضاء الإصلاح في محافظة صنعاء أو ما أسماه بالطوق القبلي؟ ولماذا هاج في هذا التوقيت تحديدا رغم أن الحرب ممتدة لسنوات؟ هل يعكس ذلك الإفلاس السياسي الذي يحاصره من الجهات الأربع؟ أم أننا بصدد تطور خطير لإفراغ الحرب من مضمونها السياسي من خلال استهداف الأحزاب السياسية؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا في المساء اليمني، لكن بداية دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هو قدر قدر قدر. وقف على هذه الطاولة يدق بيديه، يهدد ويحرض على مواطنين ينتمون لحزب سياسي بعينه. والتحريض هنا كان أمام أعضاء حزبه ممن أسماهم بقبائل طوق صنعاء، ليتخذ الأمر بعدا مناطقيا وجهويا واضحا. أخرج صالح إلى سطح الطاولة ما أخفاه من أحقاد سياسية واجتماعية طوال عقود، وظهر هائجا وخارجا عن كل البروتوكولات أكثر من أي وقت مضى. الذي بيقاتلوا في تعز إرهاب، كلهم دواعش، والذي بيقاتلوا في المخا دواعش. دعوة الحرب هذه فضحت المخلوع أمام من تبقى من أتباعه، ولاقت استنكارا واسعا منهم، فضلا عن بقية اليمنيين الذين يعرفونه جيدا. أتباع صالح قبل أعدائه باتوا أكثر إدراكا لمراوغة المخلوع في خطاباته وتناقضاته المعروفة، خصوصا فيما يتعلق هذه المرة بدعوته لرجاله بالتوجه إلى الحدود السعودية، والتي فسرت على أنها دعوة لحرب داخلية أكثر مما هي عليه. فدون جرام و علبين وجيزان ارفدوها بالمقاتلين. وطبقا لقاعدة المخلوع، فإن تحريضه أنصاره على التوجه للقتال في جيزان ونجران لا يعني إلا حشد المزيد من اليمنيين وقودا لمعاركه في المخا وتعز والبيضاء. هناك رجال وشخصيات بالقناصات، دقوهم دقوهم بالميتات، دقوهم بكل أنواع الأسلحة. كل يوم يظهر الرجل على حقيقته أكثر، هذا كل ما في الأمر، وليس هذا إلا برهانا إضافيا على أحقية الثورة الشعبية التي أزاحت هذا الفيروس عن السلطة بعد أن دمر النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وهو اليوم يدفع بالبسطاء كي يتحمل فاتورة بقائه أياما أطول في مواجهة الدولة. مراقبون ونشطاء كتبوا بكثافة عن خطورة محاولات صالح إذكاء البعد المناطقي على الحرب وتحريضه علنا على أبناء تعز والمخا وأعضاء حزب الإصلاح. محاولات صالح استجداء كل العصبيات الضيقة واجه استنكارا حتى من أنصار المؤتمر الذين أدركوا متأخرين ما يحاول الرجل المحافظة عليه ولو على جثث أتباعه جميعا. حقد صالح الذي لم يستطع إخفاءه اليوم مؤشر على أن الرجل يعيش أضعف مراحله. انتهى صالح سياسيا واجتماعيا، ولم يتبقى في يده سوى سكين بات يطعن بها من حوله دون تمييز. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ جمال المليكي، الباحث السياسي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. كما سينضم معه آخرون عبر الهاتف، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بك مرة أخرى أستاذ جمال. وبداية،
كل يوم ينكشف وجه صالح أكثر طيلة 4 عقود، وهو يعني يخادع الناس، ولكن هذه المرة ربما ظهر وجهه الحقيقي. أين يمكن أن يصل صالح بعد أستاذ جمال؟ أنا باعتقادي علينا أن نضع هذا المشهد في مكانه الطبيعي. المشهد سنضعه في مكانه الطبيعي، هذا باعتقادي أن أحد أهداف الثورة يتحقق ويتحقق بتراكم. هذا الهدف هو أن الثورة كفكرة تنتمي إلى المستقبل، تريد القطع مع الماضي، ولذلك حتى نقطع مع الماضي، حتى يقتنع من لم يزل متشككا أن الثورة هذه كانت ثورة عادلة وأنها كانت ضرورة، لابد من الكشف عن الوجه الحقيقي يا عبد الله صالح. باعتقادي أن الثورة وما أحدثته من إيقاع الأفعال بعدها هو يحقق هذا الهدف وبشكل متراكم وبشكل بليغ، وهو أنه لابد أن ينكشف الوجه الحقيقي لفكرة الماضي، وهي فكرة علي عبد الله صالح وفكرة الحوثيين. علي عبد الله صالح سواء عندما تحدث عن صاحب أبين أو عندما تحدث عن الشهيد القشيبي أو عندما تحدث بهذه اللغة المحرضة على القتل كقاطع طريق وكزعيم عصابة، يثبت لنا مرارا أنه زعيم عصابة، وبالتالي هذا المشهد نضعه في سياقه، في سياق أن الثورة تحقق أهدافها. أحد أهم أهداف الثورة هي الكشف عن الوجه الحقيقي لمن قامت ضده، وبهذه والكشف الحقيقي عن الثورة المضادة المتمثلة بوجه المخلوع علي عبد الله صالح وبجماعة الحوثي. جماعة الحوثي بكل ممارستها تثبت يعني وتحقق الكشف عن هذه الفكرة التي أرادت أن تعيق الثورة، وعلي عبد الله صالح ها هو بنفسه يكشف عن وجهه الحقيقي كزعيم عصابة، وأنه لم يكن يوما ما رجل دولة. نعم، يعني المخلوع بلا قناع، يتحدث أستاذ جمال في خطاب تحريضي مناطقي ضد أعضاء حزب كبير كحزب الإصلاح في محافظة صنعاء، إلى ماذا يشير ذلك برأيك؟ هو يشير إلى حقيقة واحدة، الحقيقة هذه أن علي عبد الله صالح أولا هذا هو وجهه الحقيقي، وطوال الفترة التي حاول أن يوظف إعلاميين لتجميل هذه الصورة القبيحة ها هو ينكشف. هذا الجزء الأول منها. الجزء الثاني تثبت أن الرجل لم يعد يملك شيء. لو كان علي عبد الله صالح يملك القوة الحقيقية ليس بحاجة أن يخاطب الناس بهذه اللغة. كان عندما كان يمتلك القوة كان يجمل خطابه أكثر، ولم يكن بحاجة لأن يحرض أمام العدسة، وبالتالي هذا يكشف من زاوية أخرى أنه لم يعد يملك الكثير من الأوراق، وها هو يستخدم آخر الأوراق التي تليق به كزعيم عصابة والتي تكشفه على حقيقته. نعم أستاذ جمال، يعني وصل الأمر إلى تحريض أبناء القرى بينهم البين، جعلهم كلهم كمخبرين يعني سياسيين له، أنتم تعرفونهم جيدا، من تشتبهون به الزجوج في السجن، أي شخص ينتمي للدواعش، وبطبيعة الحال هو أي شخص يعني لا يتوافق معه، فإلا أن يعلن توبته حد قوله. يعني هذه اللغة التي ربما النسيج الاجتماعي لم يعد يعني ينقصها بالذات في هذه المرحلة، كيف تحول أو كيف استطاع صالح أن يحول الحرب من حرب سياسية واضحة المعالم بين شرعية وانقلاب إلى حرب أهلية بسيطة ربما يعني بين الأفراد أنفسهم ممكن أن تصل؟ وأنا باعتقادي أن هذا السؤال وهذه الإشكالية المسؤول عنها على المستوى الأخلاقي والسياسي هم حزب المؤتمر المتبقي مع صالح. جزء من حزب المؤتمر المتبقي مع صالح هو أمام مسؤولية أخلاقية ومسؤولية تاريخية لن تنساها الأجيال. إذا تبقى أحد قيادات المؤتمر وأحد القيادات والقيادات الميدانية الموجودة في المناطق تقبل مثل هذا الخطاب، بمعنى أنها تضع نفسها أمام إشكالية أخلاقية لن تنساها الأجيال، وبالتالي أعتقد أنه حان الوقت لكل من في قلبه ذرة من ضمير ومن وطنية، هذا هو الاختبار الحقيقي. أي شخص ما زال يقف مع علي عبد الله صالح هو أمام اختبار أخلاقي أولاً واختبار حتى مصلحي ونفعي. لو فكر أعضاء المؤتمر وقيادات المؤتمر المتبقية مع صالح بطريقة نفعية، حتى إذا استثنينا الجانب الأخلاقي، فمن منفعتهم ومن مصلحتهم أن يتركوا هذا الخطاب وأن يتركوا علي عبد الله صالح وأن ينقذوا ما تبقى من الحزب لكي لا يشوهوا على عبد الله صالح، ولا يربطوا هذا الربط ما بين
حزب المؤتمر الشعبي العام وما بين علي عبد الله صالح، لأنه ما زال يستدعي الذين ما زالوا مقتنعين به من قيادات الحزب المتواجدة في المناطق، وبالتالي هؤلاء باعتقادي أنهم أمام مسؤولية أخلاقية وأمام اختبار حقيقي، وكذلك من الناحية النفعية من مصلحتهم أن يقفوا أمام هذا الخطاب وأن يوقفوا صالح وأن يتخلوا عنه في هذه اللحظة التاريخية. الكل يدرك، كل من يفكر بأدنى درجات المنطق يعرف أن صالح لم يعد له مستقبل سياسي مهما راوغ. قد تطول الحرب وقد تسقط وقد تسال الكثير من الدماء بسبب أن هذا الشخص يفكر بهذه الطريقة كما وصفه محمد قحطان مجنون وبيده حجر. إذا من أراد أن يقف مع هذا المجنون حتى النهاية هو الخاسر، والعاقبة هي للشعب، وسيتحمل ضريبة المزيد من الدماء والمزيد من تأخر الانتقال نحو المستقبل. نعم، إذن أستاذ جمال ينضم معنا أيضا عبر الهاتف اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي من مأرب. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أستاذة، مرحبا. أهلا بك معنا. يعني يدخل صالح في حربه ضد اليمنيين منعطفا أشد الضراوة، كيف تفسر هذا من وجهة نظرك سيادة اللواء؟ شكرا جزيلا لحضرتك ولقناة بلقيس. هو من الواضح يعني أن الرجل قد تخلى عن كل ما يمكن أن يعرف بالدبلوماسية والإتيكيت والحصافة ورجاحة العقل، ولجأ إلى مثل هذا الأسلوب الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ضرب من الجنون. يعني أن يأتي الرجل ليحرر على القتل والاعتقال والسحل والاختطاف واستباحة دماء الآخرين، هذا شيء غير مسبوق في تاريخ السياسة والصراع السياسي في اليمن أي كان. يعني كان يفترض أن يكون هناك أسلوب آخر للخطاب، يعني إن كان يعتقد أنه يمكن أن يكون لكلماته صدى في المجتمع. أما وقد أراد أن تكون كلماته عبارة عن إعلان حرب على المجتمع وعلى قوة سياسية بعينها، فإنه يعلن تماما أنه قد خسر كل شيء وأنه قد فقد كل الأوراق التي يمكن أن يستخدمها في المعركة السياسية أو العسكرية. هل يمكن علي عبد الله صالح تفضل، هل يمكن لخطاب سيادة اللواء أن يؤثر على سير المعركة؟ بالنسبة لنا يؤثر إيجابيا، لأننا نعرف أن نقاتل رجل غير سوي. بالنسبة لمن يقاتلون معه يؤثر سلبا، لأنهم يجعلهم يكتشفون أن الرجل أيضا غير سوي، فبالتالي ستكون انعكاساته على مقاتليه سلبية، وعلى العكس تماما في المقاتلين الذين يقاتلون بمعنويات عالية تطاول شوامخ اليمن. الجيش الوطني اليمني والمقاومة يقاتلون بمعنويات عالية، مقاتلين أشداء، مقاتلين يعوا تماما أن لديهم قضية وطنية وأنهم يقاتلون من أجل استعادة الدولة، من أجل تحقيق السلام، من أجل التعايش، من أجل القبول بالآخر، من أجل أن استعادة الدولة، دولة المؤسسات التي تدير شؤون المجتمع بالنظام والقانون وترعى وتحقق المواطنة المتساوية. هذه مسألة بالنسبة لنا واضحة. بالنسبة للمقاتلين فالعكس في كل ما قلته الصحيح. نعم، إذن سيادة اللواء يعني تحدث معنا الأستاذ جمال المليكي أن الآن الدور هو دور قواعد المؤتمر الذين يعني بات صالح بالنسبة لهم ورقة مكشوفة واضحة أو واضحة الهدف لما تريد إيصاله، تريد خلخلة المجتمع أكثر. ما الدور المناط بهم؟ هل كيف يمكن أن يعني يتلافوا ما حدثهم به صالح في خطابه، أو على الأقل يعني تجريده من بعض أو من تهيؤاته أن ما زال لديه من يستمع إليه؟ المؤتمر الشعبي العام رقم صعب ومهم في المجتمع اليمني، وكان يحظى وما يزال بشعبية واحترام، لكن في إطار القواعد التي بني عليها المؤتمر الشعبي، إطار التعايش والتفاهم والحوار والقبول بالآخر والتخطيط العلمي السليم لإدارة السياسة، سياسة الدولة في ظل ثوابت دستور، قوانين، الأنظمة،
المواطنة حرية، حرية الصحافة، حرية الكلمة، حرية الأفكار والمعتقدات. في هذا الإطار اللي عرف عن المؤتمر الشعبي العام خاصة بعد الوحدة، بعد الوحدة اليمنية، حتى المؤتمر تخلص من بعض مقولاته التي كانت موجودة في الميثاق الوطني، مثل أن من تحزب فقد خان وكذا، فأصبح يعني الميثاق الوطني وهو يعني ما يمكن أن يسميه أديروجيا المؤتمر الشعبي العام، يتضمن أو يعني أو يتبنى فكرة التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية العمل السياسي والحزبي. فالمؤتمر الشعبي في هذا الإطار يفترض وبعد هذه المواقف غير السوية لعلي عبد الله صالح أن يكون له موقف آخر، وأن يحترم قادته تاريخ هذا التنظيم العريق. طبعا قد حدث شيء من هذا القبيل حينما انحازت أهم قيادات المؤتمر إلى الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وهم الآن يعني يطوقونه بالولاء والاحترام والتقدير، ومعه يناضلون من أجل استعادة الدولة والنظام والقانون. ما نتمناه الآن أن تصل هذه الرسالة، رسالة علي عبد الله صالح بمعناها الحقيقي، إلى بقية قيادة المؤتمر الشعبي، وأن يحافظوا على هذا التنظيم، وأن يلتحقوا بالدولة الشرعية وبالرئيس عبد ربه منصور هادي، وكل ما أسرعوا في هذا الموقف كلما كان إنقاذ اليمن وإخراجه من دوامة الصراع أقرب إلى أن يصبح أمرا واقعا إن شاء الله. نعم، إذن يعني بمراجعة تاريخية سريعة لتاريخ صالح، يعني نجد أنه من الناصري إلى الاشتراكي إلى الإصلاح الآن، هل هي حرب صالح ضد الأحزاب السياسية التي تقف ضد مشروعه؟ بالتأكيد، يعني الأحزاب بالنسبة لعلي عبد الله صالح يعتبرهم خصوم، يعني يعتبرها خصم منافس، وخاصة بعد انتخابات 2006 كان يتعامل مع الأحزاب باعتبارها أو يعني أوراق لعبة في طاولة قمار سياسي لا تهش ولا تنش ولا تؤثر وفي المجتمع اليمني وليس لها كلمة. لكن حينما نجح فيصل بن شملان في الانتخابات، اضطر علي عبد الله صالح أن يقول أنه سيدمر صنعاء، لن يبقي حجر على حجر. والشاهد على هذا قيادة كبرى كانت تقف إلى جانبه. هنا بدأت نظرته تتغير من الأحزاب السياسية، ويرى فيها خصما سياسيا لدودا وخطيرا ينافسه بقوة على السلطة. طبعا وهو قد نجحت القوى السياسية في هذا حينما أنشأت اللقاء المشترك، والذي أصبح له وزن في العمل السياسي في الساحة اليمنية، وكانت هذه التجربة من التجارب العربية الرائدة التي كتلت قوى سياسية ووحدت بين أهدافها وحافظت على خصوصياتها كتنظيمات منفردة، ونجحت في أن تقود أو تتبنى أو تصبح رافعة سياسية للثورة الشبابية الشعبية السلمية عام 2011، حتى جاءت المبادرة الخارجية ثم الانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تبنى مشروع الحوار السلمي ونجح في أن يقود الحوار السلمي على مدى عام كامل. وكان من ثمار هذا الحوار مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور إلى آخره مما نعرفه جميعا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني ظل صالح طيلة فترة حكمه يستخدم سياسات تفرق تسد كما هو معروف، هل تعتقد أن هذه السياسة ما زال يمكن اتباعها حتى اللحظة رغم انكشافه أمام العالم؟ وكان علي عبد الله صالح يستخدم هذه السياسة وهو رئيس شرعي بالمعنى القانوني للكلمة، لكنه اليوم استطاعت الثورة أن تجرد من هذه الشرعية وأن تكشفه على حقيقته وأن يتحول إلى زعيم عصابة. كلما حاول علي عبد الله صالح أن يتذاكى وأن يصبح أذكى وأن يعتقد أنه أذكى، إلا أن الثورة يعني أثبت إيقاع الأحداث بأن الثورة كانت أذكى منه، حيث أنها جعلته يتعامل كزعيم عصابة. هذا التعامل، سياسة فرق تسد، لم تعد تجدي وهو في هذا المنصب إلا في شيء واحد، وهي أن تكشف عن وجهه الحقيقي. وبالتالي لا أعتقد أن هذه المحاولات ستنجح، وإن نجحت فهي فقط في تطويل أمد الصراع وفي عرقلة
التحول ولكن مآلها إلى الفشل. كل نواميس السياسة وكل نواميس التاريخ تقول هذا وتصرف في وجوهنا، والتجارب كثيرة. ومن يدرس يعني ومن يتأمل المشهد اليوم ويحسب المعطيات بالورقة والقلم سيجد أن علي عبد الله صالح ورقته انتهت، وهذه محاولة المنتقم والمحاولات الأخيرة لمن اقتربت نهايته. هذا ما تؤكده تصريحاته، ما تؤكده أفعاله على الأرض، ما يؤكده حتى طبيعة المشهد العسكري. نحن قبل عام ونصف تقريبا من الآن أو قبل عامين كان الحوثيون وعلي عبد الله صالح وميليشيات علي عبد الله صالح على في شوارع عدن، اليوم المقاومة تقاتل داخل صعدة. إذا المعطيات العسكرية، الخطابات والمنطقة الذي يتعامل بها علي عبد الله صالح مع المجتمع، كل هذا يدل دلالة واضحة لمن يعمل عقله بأدنى درجات المنطق أن هذا الرجل اقتربت نهايته، ومن أراد أن يظل مع هذا الرجل فهو يضع نفسه في الجانب الخاطئ من التاريخ على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى المصلحي. نعم، برأيك أستاذ جمال يعني لماذا هاج صالح؟ يعني نحن نعرف أن في كل مرة يظهر فيها بهذا السوء يكون هناك مسبب معين أو حادثة معينة، هذه المرة ما الذي جعله يهيج بهذا الشكل ويخرج عن يعني الوجه الذي يحاول ادعائه دوما؟ هناك تفسيرات كثيرة، لكن هو في النهاية فقد كل الأوراق. والرجل من الناحية النفسية هو رجل مهزوم من الداخل، رجل مكسور من الداخل. ماذا ننتظر من رجل هزم من الداخل؟ ليست لديه أخلاق السياسة. لو كان لديه أدنى قدر من أخلاق السياسة كان يمكن أن يخرج كأشرف مخرج لحاكم عربي قام ضده ثورة، أتيحت له الفرص منذ جمعة الكرامة. أتذكر أنا على سبيل المثال منذ أول مقابلة لي على قناة الجزيرة في جمعة الكرامة قلت يدع لنا علي عبد الله صالح مجالا لنتذكر شيئا من محاسنه إن كانت له محاسن، لكنه أبى. يبدو أن الأقدار أرادت أن ينتهي علي عبد الله صالح النهاية التي تليق به، التي تليق بتاريخه السياسي. هناك الكثير من الأعمال من الاغتيالات التي مارسها علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح بطش بالكثير، ظلم الكثير، صادر حق شعب في التعبير عن نفسه. نحن الذين سافرنا خارج اليمن وكنا نرى كيف الصورة النمطية لليمني، الصورة النمطية التي سوقها علي عبد الله صالح، إذا هو أساء بحق الشعب. يبدو أن الأقدار تتجه باتجاه أن تكون نهاية علي عبد الله صالح نهاية تليق بهذا التاريخ الأسود الذي ينكشف لنا اليوم، ولا يحتاج إلى مزيد من الأدلة، فقط أن نسمع علي عبد الله صالح سواء بالتسريبات أو بالخطابات الأخيرة يكفينا دليلا واضحا لكل من لديه عقل أن يكتشف أن هذا الرجل رجل عصابة أدار البلد 33 سنة بعقلية رجل العصابة ولم يكن يوما ما رجل دولة. هذه نعم. هي الحقيقة التاريخية التي تتأكد لنا يوما عن يوم. نعم، إذن أستاذ جمال أنت أستاذ المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ جمال. أستاذ جمال يعني ماذا عن شيطنة الآخر ونقل المعارك يعني من جوها السياسي بين شرعية وانقلاب إلى يعني قواعد اجتماعية، ما الذي يمكن أن يحمله هذا الأمر؟ أنا باعتقادي أن السؤال اليوم هو ألا يكثر أي فصيل أو أي مكون من مكونات الشرعية والتحالف إلى ممارسة نفس الخطاب. بمعنى نحن اليوم أمام معركة وجودية، معركة مصيرية أمام هذه يعني هذه هذا التحالف ما بين علي عبد الله صالح والحوثيين. وبالتالي علي عبد الله صالح عندما يمارس هذا النوع من الخطاب هو يعتقد أن هناك من سيسمع لهذا النغم، وبالتالي حتى نفوت الفرصة على التحالف وعلى الشرعية أن تتعامل بذكاء، وعلى كل الفصائل وعلى الإخوة في الجنوب أن يتعاملوا بذكاء باتجاه هذه النغمة، نغمة النيل من فصيل معين. هو اليوم في معركة واحدة، نحن اليوم في خندق واحد، فبالتالي أنا بالنسبة لي كباحث وكمتابع أعتقد أن من واجبنا أن ندق ناقوس الخطر من هذه الزاوية، زاوية أن يكون هناك من يتجاوب بأي شكل من الأشكال ولو بأدنى الدرجات مع منطق أن هناك فصيل لابد أن نحاصره ونحن داخل معركة واحدة. هذا منطق لا ينتمي إلى السياسة ولا ينتمي إلى العقل ولا ينتمي إلى أقل درجات الحنكة السياسية في ظرف حرج وفي لحظة تاريخية. نحن في لحظة تاريخية علينا أن نرتفع على كل المماحكات، كل فصيل سواء كان داخل المقاومة اليوم أو كان في الجنوب أو كان في الشمال أو كان داخل التحالف
يستخدم هذه النغمة وهذا النمط بأي شكل من الأشكال هو الذي سيقدم عليه عبد الله صالح وسيعطيه فرص المناورة. وبالتالي علينا أن ندق ناقوس الخطر، وأنا أقول هذه العبارة وأنا مسؤول عنها أننا أمام خطر حقيقي إذا ما تجاوز. ما الذي يمكن عمله أستاذ جمال يعني بدق ناقوس الخطر؟ لم أسمع، عفوا. ما الذي يمكن عمله؟ أنت قلت يعني يجب أن نصل إلى مرحلة دق ناقوس الخطر، بماذا؟ اللحظة تفرض علينا أن نكون أكثر صراحة. نعم. اليوم هناك فصائل على سبيل المثال في الجنوب، وهناك فصائل حتى وهناك أطراف داخل التحالف تتكلم بنفس النمط أن هناك حزب علينا أن لا نسمح له بأن يتمكن، علينا أن لا نسمح خطاب لا ينتمي إلى السياسة ولا ينتمي إلى منطقة اللحظة ولا يرتقي إلى مستوى الخطورة التي تعيشها اليمن والتي تعيشها المنطقة برمتها. وبالتالي من هذه الزاوية علينا أن ندق ناقوس الخطر بأن نقول أننا أمام معركة، عدونا واحد، عدونا واضح. البحث أو الاهتمام أو صرف جزء من التفكير إلى أفكار أخرى هذا يعيق التحرر ويعيق الانتقال ويعيق الانتصار العسكري، وبالتالي يتيح لعلي عبد الله صالح والحوثيين فرص للمناورة. من هذه الزاوية علينا أن نتحدث بكل صراحة أن هذا الخطاب وهذا النمط الذي في الأيام الأخيرة سمعنا جزءا منه، وكان هناك كثير من التحركات التي تدل على أن هذا أن هذه النغمة موجودة في الحديث السياسي سواء في التحالف أو داخل هل يملكون الشجاعة لهذه اللغة الواضحة الصريحة التي قلتها أستاذ جمال؟ الصوت غير واضح، عفوا، عيد السؤال. نعم، يعني أنت قلت يجب أن نتحدث بوضوح بشفافية، أن يعني نواجه كل من يتحدث بنفس لغة صالح، هل يملكون الشجاعة لقول ذلك؟ أنا باعتقادي نحن نحتاج أن هذا واجبنا نحن، يعني نحن في النهاية ليس لدينا إلا الكلمة، وبالتالي علينا أن نخاطب كل الأطراف بأن تكون على مستوى اللحظة وأن ترتقي إلى المستوى اللحظة التاريخية. نحن أمام لحظة سيتحدد مصير المنطقة برمتها وفقا لتخطيطنا لهذه اللحظة منذ اللحظات الأولى من انطلاق عاصفة الحزم. ونحن نقول أنه إذا تم إدارة هذا الملف، ملف معركة اليمن، بذكاء يمكن أن تكون هذه المعركة وأن تكون هذه الأحداث هي التشكيل نواة لتشكيل مشروع عربي جديد إذا ما تم التعامل بذكاء وبترفع عن مضاحكات الماضي. إذا ما أردنا أن نستخدم اللحظة بانتهازية وبتصفية حسابات لن يكون المستفيد إلا علي عبد الله صالح، وستضر اليمن، وأي ضرر لليمن سيكون ضرر للمنطقة. كل من لا يفكر بهذه الطريقة فهو لا يعي ما هي السياسة ولا يعي خطورة اللحظة التي نحن فيها. نعم، أستاذ جمال ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات من عدن. مساء الخير أستاذ باسم. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك أستاذ باسم. يعني صالح ضرب الناصرين بالتصفية، ضرب الاشتراكي بالإصلاح، ضرب الحراك بالتشدي، سلسلة لا تنتهي من المكايدات، إلى أين يمكن أن يصل صالح؟ في الحقيقة يعني صالح تلاعب بالأوراق السياسية منذ وقت مبكر، وهذا كان ناتج عن ضعف هذه الأحزاب وحاجتها للرئيس صالح في تلك الفترة. لكن الآن بعد قيام الثورة الشعبية في اليمن أصبحت هذه القوى السياسية جزء من السلطة الجديدة، وبالتالي أصبحت علي عبد الله صالح، وأصبحت هناك الآن يعني انقلاب حقيقي على هذه الثورة، وأصبحت هناك مقاومة لدحر هذا الانقلاب. بالتالي على هذه الأحزاب أن تتماسك بشكل كبير جدا وتفوت الفرصة على الرئيس علي عبد الله صالح باللعب مرة أخرى بالأوراق ونقل هذه الأحزاب من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع. ثورة الشعب اليمني منحت الأحزاب قوة كبيرة جدا ومنحتها مشروعا ثوريا وسياسيا يعني كبيرا جدا، لكن للأسف الشديد الأحزاب ما تزال يعني بحاجة إلى أن تستوعب هذه المرحلة بشكل كبير جدا، وأن تستوعب بأن مشروع اليمن الاتحادي هو أكبر من كل التطلعات ومن كل الحسابات الضيقة لدى كثير من القوى السياسية في البلاد، وأن العمل الوطني في هذه المرحلة هو الذي يفترض أن يكون في مقدمة
يعني مشاريعنا في المستقبل، وبالتالي لن نخرج من هذا الوضع إلا بعمل وطني حقيقي تلتف حوله كل القوى السياسية التي خرجت من رحم الثورة والمقاومة الشعبية. خطاب علي عبد الله صالح الممدوق قبل أيام، قبل يومين تقريبا، هو ينبئ عن هزيمة كبيرة يتلقاها المخلوع، وينبئ عن ضعف كبير جدا يعيشه وحالة من التوتر والقلق بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها المقاومة الشعبية في مختلف جبهات المعارك، لا سيما في الساحل الغربي. وبالتالي هجومه على حزب الإصلاح يدل على أن حزب الإصلاح أصبح له تأثير كبير جدا في الثورة وفي المقاومة الشعبية وفي المعادلة السياسية اليمنية الجديدة، وأصبح من المعلوم بأنه حزب لن يستطيع أحد أن يتجاوزه بسهولة. وبالتالي يعني هذا الخطاب من قبل الرئيس علي عبد الله ليس جديدا، علي عبد الله صالح دمر شعب ودمر بلد، وينبغي على اليمنيين جميعا لا سيما اعضاء وانصار حزب الاصلاح اليمني ان يستمروا في هجومهم على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وان يعملوا على تعريته بشكل كبير جدا، لانه لم يستهدف الحزب فحسب، وانما استهدف البلد واستهدف مستقبل اليمنيين بشكل عام. نعم، اذا استاذ باسم، يعني صالح تحدث عن جبهاته في الحدود، رغم علمنا جميعا أن جبهته لم تكن إلا جبهات داخلية، ما حدث في عدن، تعز، وكثير من المناطق التي ما زالت خلاياها النائمة تعمل فيها حتى الآن. هل تعتقد أنه ما زال يملك الكثير من الأوراق؟ لا، في الحقيقة يعني هو لم يستطع أن يمتلك كثير من الأوراق، وهو ضعيف بشكل كبير جدا، لكن للأسف الشديد الشرعية اليمنية لم تحسن ترتيب أوراقها إلى حد الآن، لم تحسن إنضاج رؤية سياسية لإدارة مصالح القوى التي أنتجتها المقاومة الشعبية والثورة في إطار من التنسيق المشترك مع هذه القوى. الشرعية اليمنية ما تزال تعيش حالة من الضعف، هي التي تمد الرئيس علي عبد الله صالح بالقوة وبالحضور أحيانا، وبالتالي هذا الضعف الذي يتخلل الشرعية اليمنية، قيادة الشرعية اليمنية، حكومة الشرعية اليمنية، هو الذي يمنح خصومها مساحة للعب والتحرك. أدعو الشرعية اليمنية إلى ترتيب أوراقها بشكل كبير جدا، الرئيس علي عبد الرب منصور هادي عليه ان يلعب الاوراق السياسيه بشكل ذكي، وان يكون مظله لكافه القوى السياسيه والثوريه التي انتجتها المقاومه الشعبيه، ولا ان يتحول الى طرف في معادله الصراع في المناطق المحرره التي تضعف الشرعيه بشكل كبير جدا، ويستقوي بذلك خصومه عليه، ويحاول ان يستغل الاطراف التي تحاول يعني الأطراف التي تحاول أن تسجل أهداف على الشرعية يستغلها على عبد الله صالح، ويحدث صراع جديد في المناطق المحررة كما حدث، كما استغل جماعة الحوثي وأحدث صراعا في اليمن وحشن حربه على اليمنيين. الشرعية اليمنية أمام استحقاق سياسي ووطني كبير جدا، وبالتالي رسم رؤية ومشروع بناء مؤسسات الدولة في المناطق المحررة واستعادتها والسير بمسارين، مسار البناء ومسار المقاومة الشعبية، هو كفيلان بإنهاء طموحات وأحلام وأوهام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائه. نعم، خطاب صالح المباشر الذي كشف مدى لوثته أستاذ باسم، هل يحدد طبيعة من يتبعونه من أعضاء المؤتمر ويكشف مواقفهم تجاه الشعب اليمني، خاصة أن الكثير يعني من المتابعين يرون أنه خطاب فاصل يعني في مرحلة صالح؟ نعم، أنا بالحقيقة أرى أن من يقف إلى جانب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في هذا الظرف الحساس الذي تواجه فيه اليمن حربا من قبل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائه، هم بالحقيقة يعني غدير أستطيع أن أشبههم بأنهم معتقلين بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يستخدمهم كأدوات وكقفازات ضد شعبهم وضد مستقبل أبنائهم في هذا البلد، وبالتالي يستطيع هؤلاء أن يرفضوا هذه الممارسات لو أنهم تحرروا، يعني كما تحرر غيرهم من المخلوع علي عبد الله صالح. الثورة الشعبية اليمنية حررت كثير من القوى السياسية التي كانت ضمن نظام المخلوع علي عبد الله صالح، ومنحتها الحرية وأنضجتها بشكل كبير جدا، ووضعتها الآن في رأس وسلم السلطة الشرعية اليمنية. هذا بفضل الشباب، بفضل ثورة الشباب الشعبية التي حررت اليمنيين من هذا الطاغية. على هؤلاء أيضا أن يتحرروا من علي عبد الله صالح، وأن يقفوا إلى جانب شعبهم في هذه المرحلة الفاصلة التي تشهد فيها اليمن هذا التحول الكبير جدا في مسار الثورة والمقاومة والدولة اليمنية الجديدة. علي عبد الله صالح أصبح من الماضي في الحقيقة، وهو الآن في الحقيقة يكتب يعني بيان نعيه الأخير من خلال خطاباته الهوجاء التي يبثها بين الحين والآخر، ولكن
لو احسنت الشرعيه تصرف بشكل كبير جدا مع هذا الطاغيه، كانت قد افقرته منذ وقت مبكر واعلنت انتصارها في صنعاء في المدن اليمنيه المحرره، ولكن نحن نعاني من ازمه حقيقيه داخل الشرعيه اليمنيه. ادعوها الى الجلوس الى كافه القوى التي انتجتها المقاومه وايضا الى التحالف العربي لحل كافه التحديات التي تواجه الشرعيه اليمنيه، وبالتالي ينطلق قطار المقاومه صوب العاصمه صنعاء وينطلق قطار البناء من المدن المحرره صوب اليمن بشكل عام. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، لو عدنا لقراءة تحريض صالح على ثورة 11 فبراير، ربما نجدها في أغلب خطاباته. هل ما زال صالح مسكون بعقدة 2011؟ هو يفهم تماما ويعتقد وهو بذلك يعني يقرأ قراءة صحيحة، أن الذي أطاح به هي ثورة 2011 التي كشفته على حقيقته هي ثورة 2011. كل ما يحصل اليوم بعد ثورة 2011 هو ردة فعل لذلك الفعل التاريخي، الفعل الأنقى في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. إذا نحن أمام كل من كان متشككا أنه خركتوب ضد رئيس لا يستحق أن تثور ضده، اليوم تنتصر الثورة وتواصل انتصاراتها بهذا الكشف عن وجه علي عبد الله صالح بأنه يستحق أن يثار ضده، وبالتالي نحن أمام تطور للثورة التي تواصل الكشف عن حقيقة من ثار ضده. يعني يمكن القول بأن للأمر علاقة بخيبة صالح من الانقلاب والثورة المضادة ومشروعها أيضا في ظل التراجع المستمر لقوى الانقلاب سياسيا وعسكريا؟ هو كما قلت أن ما يقوله علي عبد الله صالح وتعابير وجهه، يعني الأعرابي كان يقول إني لا أعرف الرجل من قفاه، قالوا له فإذا رأيت وجهه قال فذلك كتاب أقرأه. وجه علي عبد الله صالح من الواضح أنه وجه شخص مهزوم، شخص يستميت من أجل محاولة المناورة، وبالتالي هذه الحقيقة التي يقولها علي عبد الله صالح لفظا وتقولها ملامح وجهه التي يعني كل من يتأمل في وجه علي عبد الله صالح وهو يقول هذا الخطاب لا تصل إلا رسالة واحدة، وهي رسالة أن هذا الرجل يقترب من نهايته ويبدو أنها نهاية أبشع مما كنا نتوقع. لماذا برأيك أستاذ جمال يزج بالقبيلة في جميع الصراعات السياسية، يعني من المخيمات في التحرير أيام الثورة إلى التحريض إلى الإصلاح إلى حتى على مستوى يعني مدى حكمه، كانت القبيلة حاضرة دوما في إشعال الفتن أو إخمادها؟ لدينا إذا أردنا أن نستدعي من الذاكرة القريبة الحروب الست، كيف أن علي عبد الله صالح كان يستخدم القبيلة استخداما، كان يدير علي عبد الله صالح الحروب لإضعاف القبيلة ولإضعاف الجيش الذي يعتقد أنه عائق أمام مشروع التوريث، وبالتالي كانت القبيلة إذا أردنا أن نأخذ عينة من عينات نمط الحكم لعلي عبد الله صالح كانت الحروب الستة هي خير دليل. الحروب الستة كان علي عبد الله صالح يترك القبائل في فترة الهدن، عندما كانت القبائل تقاتل في صف الدولة ضد الحوثيين كان علي عبد الله صالح يقيم فترة الهدنة فيتفرغ الحوثيين للقبيلة والدولة تترك القبيلة لتنال مصيرها. ما زلنا حتى هذه اللحظة نوثق الجرائم التي فعلها الحوثيون في صعدة ضد القبائل وضد أبناء القبائل وكيف كانوا يقتلوا ويمثل بهم في مناطقهم على عين ومرأة من علي عبد الله صالح في اللحظة التي كان علي عبد الله صالح يستدعيها في لحظة القتال معه. إذا نحن أمام إعادة لنفس النمط، لذلك على القبائل أن تعي هذه اللعبة ولا وألا تذهب بأبنائها ليقتلوا في مشروع شخص معتوه، شخص ليس لديه أي فكرة سوى الانتقام، وبالتالي هذه رسالة باعتقادي أنها واضحة وجلية لكل عقلاء القبائل، لكل عقلاء القواعد الاجتماعية المؤتمرية التي ما زالت على عبد الله صالح، أن تقرأ اللحظة بطريقة صحيحة. كما قلت إن أردنا أن نتحدث بلغة الأخلاق فهذه لحظة الأخلاق تفرض عليهم أن يتركوا علي عبد الله صالح، وإن تكلمنا بلغة النفع والمصلحة من مصلحتهم أن يتركوا علي عبد الله صالح في هذه اللحظة ولا يذهبوا معه إلى النهاية. نعم، هل تتوقع أنه قد ينجح ولو نسبيا في خطابه التحريضي؟ أنا باعتقادي أنه من قراءة المشهد الكلي لن ينجح علي عبد الله صالح ذاك النجاح الذي ربما يخشاه البعض. لكن على أحسن تقدير هو أن علي عبد الله صالح يمكن أن يطيل أمد المناورة فقط، هذا أقصى نجاح يمكن أن يحققه علي عبد الله صالح، لكن أكثر من ذلك لا أعتقد أن علي عبد الله صالح سيستطيع أن يقلب الكفة أو أن يعيد لنفسه وأبسط عوامل النفوذ والقوة بهذه اللغة التحريضية التي لا يقبلها أدنى من في قلبه
ذرة أخلاق أو ذرة قيم. نحن نعرف القبيلة اليابانية ما زالت تحتفظ بقيم النبل والشهامة باعتقادي أنه استفز كل ما من زال في قلبه هذه القيم، سواء القيم القبلية أو حتى القيم الوطنية. إذا كان حزب المؤتمر الشعبي العام يقول أنه الحزب الأكثر وطنية وأنه الأكثر حرصاً على الوطن، فهذه لحظة اختبار حقيقية إن كان كذلك أم لا. نعم، إذن أستاذ جمال، هل يمكن أن تشكل هذه الخطابات شهادة يتم حفظها في ملف صالح الجنائي والاستدلال بها؟ هذه صورة واضحة على عبد الله صالح عندما يقول اقنصوهم، باعتقادي أن هذا دليل واضح ودليل يرقى إلى يعني إلى أقوى الأدلة التي يمكن أن تستخدم في المحاكم الدولية. نعم. وبالتالي نحن بالفعل أمام أدلة حقيقية تضاف إلى الأدلة السابقة التي تدين على عبد الله صالح، وباعتقادي أن لجنة العقوبات على الأقل كمؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة تعي ذلك، وتمديد العقوبات إلى 2018 أعتقد أن هذا يعني ينطلق من قراءة صحيحة لهذا الرجل. نعم، إذن أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. شكرا أيضا لمن كانوا معي عبر الهاتف، اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي من مأرب، والأستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.